النادي الاهلي زي ما بقول لحضراتكم الصفقات مستمره، لكن على مستوى الصفقات بيرسوتاو ده لعيب مميز جدا جدا جدا، تعاقد مع النادي الاهلي اخيرا ومتواجد في صفوف النادي الاهلي الفتره القادمه. فريق يعني لاعب على مستوى عالي جدا، ودي النقطه اللي بتكلم فيها حضراتكم. لاعب في الدوري البلجيكي، لاعب في البريمير ليج، فطبعا الكل بيتكلم هيجي من البريمير ليج للنادي الاهلي، اكيد اكيد يجي من البريمير ليج للنادي الاهلي زي ما بقول لحضراتكم انه خلاص متواجد مع النادي الاهلي. وطبعا مع طبعا الصوره اللي قدام حضراتكم مع امير توفيق طبعا مدير التعاقدات، وقع لمده 4 سنين مع النادي الاهلي، لعيب مميز جدا على المستوى الفني. اسم النادي الاهلي يا جماعه هو اللي جاب هذا اللاعب، كيان النادي الاهلي هو جاب هذا اللاعب. لعب على مستوى الشامبيونز ليج، لعب في بطوله اوروبا، لعب امام فرق كبيره جدا، لعب امام ريال مدريد، بتكلم على لعيب جاي من الدوري البلجيكي وحصل على بطوله الدوري هناك في بلجيكا، لاعب بيلعب في البريمير ليج. فبقول لحضراتكم كل الناس بتتكلم، انا بتكلم في نقطه تانية، اصبح النادي الاهلي عامل جذب للعيبه على مستوى اللاعبين حتى اللي بيلعبوا على المستوى الاوروبي. ليه النادي الاهلي بقى عامل جذب؟ النادي الاهلي بقى نادي عالمي، النادي الاهلي بيلعب في كاس العالم للانديه، النادي الاهلي محطم الارقام على مستوى افريقيا، النادي الاهلي وراه جماهير بالملايين. فبتكلم هو ده الاتراكتيف، لما النادي الاهلي بيتكلم حتى مع لعيب خلاص خرجنا من دايره مهم جدا الدايره الافريقيه، بنتكلم جدا على الدايره على مستوى الاقليمي على شمال افريقيا، لكن كمان مهم جدا انك تجيب لعيب وتقدر تتكلم مع لعيب بيلعب في البريمير ليج، كان بيلعب في الدوري البلجيكي، لعيب عنده امكانيات كبيره جدا جدا من خلال الارقام اللي قدام حضراتكم. لعيب طبعا هو من جنوب افريقيا، 27 سنه، افضل حالاته ان شاء الله. القيمة التسويقية لهذا اللاعب 3 مليون يورو. النادي الأهلي بنقول له أهلا بيك في النادي الأهلي، طبعا كان بيلعب في برايتون الإنجليزي في البريمير ليج، وطبعا ده كان بيلعب في سان داونز وبيلعب في أندرلخت البلجيكي. هداف الدوري في جنوب أفريقيا، دوري جنوب أفريقيا مع سان داونز مرتين. غير كده يعني الأرقام دي بتدل إن هو لعيب مميز، لعيب كبير، لعيب لعب في الدوري البلجيكي وحصل على بطولة، لعيب بيلعب في البريمير ليج وكان من اللعيبة المهمة جدا جدا جدا، فده لعيب مهم جدا. إنجازات دوري أبطال أفريقيا مع سان داون زي ما اتكلمنا، كأس السوبر الأفريقي، الدوري البلجيكي مع كلوب بروج. على المستوى الأرقام الشخصية شارك في الدوري البلجيكي في 32 مباراة، أحرز 7 أهداف وعمل 5 أسيست. مع المنتخب شارك في 28 مباراة، أحرز خلالها 13 هدف وعمل 3 أسيست. أرقام شخصية شارك في 3 مباريات بالدوري الإنجليزي صنع هدف، شارك طبعا في 3 مباريات بدوري التشامبيونز ليج الأوروبي وصنع خلالها هدف، خاض 21 مباراة في دوري أبطال أفريقيا، أحرز من خلالها 3 أهداف وصنع 4 أهداف ويسجل 5 أهداف في كأس بلجيكا. زي ما بقول لحضراتكم كلها ارقام مميزه جدا جدا على المستوى الدولي وعلى مستوى الشخصي، لكن انا اللي يهمني جزئيه النادي الاهلي بقى في مصاف الدول او في مصاف الفرق العالميه. النادي الاهلي بقى اتراكتيف للعيبه حتى اللي بيلعبوا على مستوى الدوريات الكبيره، هو ده النادي الاهلي، وهو ده يعني حصاد مشوار كبير جدا وبطولات كتيره جدا جدا. كل لاعب، وانا كنت واحد من هؤلاء اللاعبين في وقت من الاوقات بنتقل من نادي لنادي ببص ايه النادي اللي اقدر احقق فيه احلامي، ايه النادي اللي بيلعب في بطولات عالميه، ايه النادي اللي ممكن اظهر فيه على مستوى البطولات ويكون ليا دعم كبير جدا سواء من مجلس اداره او سواء جماهير. هو النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي. اهلا بالثلاث صفقات الموجودين، وما زالت الصفقات ان شاء الله تتوالى، ونشوف باذن الله موسم اكثر من رائع للنادي الاهلي.